قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل مماثلة للخطوات التي اتخذت مؤخرا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أردوغان في تصريحات أنه يعتزم زيارة الإمارات في شهر شباط المقبل، كما أعرب عن قناعته بأن الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة وأبوظبي ستدشن عصرا جديدا من علاقات البلدين. ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ مهند حافظ أوغلو، أهلا وسهلا بك معنا. كيف تقرأ هذه التحركات الإقليمية المتعددة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ أسعدتم مساء والمشاهدين. يقينا هذه التحركات تأتي بسبب الحقبة الدولية التي فرضت نفسها سواء بعد وباء كورونا أو حتى مع المتغير الدولي الأساسي، وهو وصول بايدن وفريقه إلى سدة الحكم في البيت الأبيض. هذه التحركات والمتغيرات فرضت نفسها وأجندتها على دول المنطقة بحكم أن السياسة الخارجية الأمريكية بدأت تتخبط في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لذلك كان لزاما على هذه الدول أن تتكاتف وتنفتح على بعضها البعض الموجة العارمة التي تأتي سياسيا سوف تصيب الجميع، فإما أن يربح الكل وإما أن يخسر الكل. لذلك كانت هذه الرؤى متلاقية في الانفتاح وترك الخلافات جانبا، أو على الأقل ضبط هذه الخلافات وإدارتها إلى حين أن تتسع الرؤى بشكل أوضح، وأن تكون هناك التعاونات الاقتصادية هي المفتاح الأساسي، وربما من بعدها إذا ما كانت الثقة مبنية بشكل صحيح من خلال البوابة الاقتصادية بوابة الأرقام، فإننا يمكن أن ننطلق نحو التعاون السياسي وحلحلة الملفات الإقليمية العالقة. كلنا يعلم على سبيل المثال للحصر الملف الليبي الملف السوري، هما ملفان كانا محط خلاف فيما يتعلق بالرؤية التركية والرؤية الإماراتية. ونتحدث أيضا عن ملفات أخرى، اتهامات من هذه الدول لبعضها بالعمل على انقلابات داخلها، بعض الدول تتهم دول أخرى بأنها تحاول زعزعة الداخل، خلافات كبيرة جدا، لكن هذه الرغبة الكبيرة في حلحلة كل الملفات مرة واحدة، هل هذا الأمر ممكن؟ لا، مرة واحدة لا يمكن، لأن الثقة في العقد الماضي كانت مهتزة ومهتزة بشكل سيء، لذلك لابد من بناء ثقة شيئا فشيئا. هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تصديق بالأفعال بالفعل، يحتاج إلى أن يكون لدى جميع الأطراف ثقة فيما سوف يكون من تعاون سياسي لاحق. أما أننا نترك الأمور كما هي ونقول أننا بإمكاننا أن نبدأ وننطلق قدما نحو المزيد من التنسيق السياسي والملفات العالقة وننسى كل الماضي، هذا لا يمكن أن يقبل لا في على أرض الواقع ولا في العلم السياسي. هناك خطوات يجب أن تدرس بشكل صحيح وحقيقي لكي لا يكون هناك انتكاسة لأي تقدم في أي علاقات بين أي جانبين أو بين أي دولتين، إن أي انتكاسة ما بين الجانبين سوف يكون له أثر سلبي في المستقبل، وهذا ما لا تريده الدول. يعني الكل يبحث عن مصلحته، هنا تكمن التقاطعات وهنا تكمن المصالح ما بين على سبيل المثال دولة تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك يجب المضي قدما نحو المزيد من الثقة وعدم الرجوع على القهقرة فيما يتعلق بأي مطب سياسي ربما يكون. لذلك الثقة يجب أن تبنى شيئا فشيئا، ومن ثم نستطيع أن نقول أننا نستطيع الآن الانفتاح على الملفات السياسية وحلحلتها والمضي قدما حتى نحو التحالف لا مانع إذا ما كانت الثقة في التعاون هذا موجودة. من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية مهند حافظ أوغلو، شكرا جزيلا لك.